باللبن. ايوه صح. وهنعمل سلطه حلوه قوي دلوقتي، سلطه البطاطس مشويه. خلاص ماشي، تابع معانا واسمعني اجابه في اخر الحلقه. استاذ اسال، الحلقه بتتعاد امتى؟ ان شاء الله الساعه 7 صباحا. خلاص ماشي، جزاك الله كل خير. شكرا على اتصالك. مع السلامه. شكرا على اتصالك. انا هنا بعصج اللحمه دي شويه، بتبلها اللي انا هعملها دلوقتي مع البطاطس. بس تعالوا الاول نشوف الطبق الثاني عندنا، سلطه بطاطس مشويه. الشيف قال مشويه، مشويه يعني هتاخد وقت. انا هعلمكم طريقه لعمل البطاطس مشويه، وخاصه كمان برضو الناس اللي بتعمل رجيم، يعني الحلقه بتاعتنا النهارده مفيده جدا. مقادير البطاطس باللحمه والدمعه موجوده على الشاشه، عباره عن بطاطس متقشره موجوده اهي، 3 4 حبات 5 حبات حسب عدد افراد الاسره، لحمه مفرومه، بطاطس وبصل وطماطم، عصير طماطم وتوم وبصله مبشوره وكزبره خضراء وسمنه او زبده وكمون وفلفل اسود ورشه سكر. طالما طماطم وصلصه يبقى رشه سكر ورشه ملح. قلنا السكر ليه؟ علشان نتغلب على الحموضه اللي موجوده في الطماطم. تعالوا نشوفوا الطبق اللي احنا هياخد وقت مننا شويه، اللي هو البطاطس، سلطه البطاطس المشويه. دي هتاخد وقت، بس صدقوني دي الاكله دي انا شخصيا بحبها، والاطفال بيحبوها والكبار بيحبوها، وخاصه الناس اللي بتعمل رجيم. حاجه صغيره خالص اهيت، عندي الورق الصفر ده موجود في المطبخ اكيد. بجيب بطاطسايه زي دي كده اهيت، وبجيب السكينه بعملها خط صغير كده بس، يعني شد صغيره في البطاطسايه، مش لازم انزل بقى للاخر، بس بفتح القشره بتاعتها. وبجيب شويه ملح وشويه فلفل. الاكله دي خطيره قوي للناس اللي بتعمل رجيم، بدل يعني غيروا، بدل ما بياكلوها مسلوقه احنا ناكلها لهم مشويه. شويه ملح، شويه فلفل اسود، وفي الفرن بحطها اهيت. بحطهم في الفرن 3 4 حبات 5 حبات عدد افراد الاسره، زمان عايزين نعمل الكميه كلها. البطاطس بالطريقه ديت هنشوف مع بعض المفاجآت، البطاطس ناكلها مشويه ازاي. هناكلها بالتوميه او باللبنه او بالقشطه، وعندنا الخير كتير القشطه موجوده، وممكن ناكلها بالمايونيز زي ما احنا عايزين. خلينا نشويها، وانا طبعا عشان وقت الحلقه حاطط شويه في الفرن اهوت بنفس الطريقه. بجيب البطاطسايه بلفها شويه ملح وشويه فلفل، ولفتها في ورقه فويل كده وبحطها في الفرن. انا عندي هنا شويه اعملهم اهوت وبيستووا معايا، علشان نكسب وقت في الحلقه بتاعتنا. وتنظيم الوقت مهم جدا في المطبخ، نخلي بالنا. ابدا بالحاجه اللي هتاخد وقت كتير. لو لاحظت ان انا بدات بالرز علشان يستوي، وابص عليه كده اشوف ميته كسرت ولا لسه، يعني ميته قلت. الله، ريحه الشعريه مع الرز خطيره، انا بعشقها. معانا اتصال. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذ احمد على هذا البرنامج. اتفضلي. لو سمحت لي سؤالين. اتفضلي استكوني. السؤال الاول، كنت عايزه اعرف طريقه الرز بالخلطه. طريقه الرز بالخلطه، الطريقه المصريه. حاضر. السؤال الثاني، كنت عايزه اعرف طريقه حفظ الطماطم والبطاطس. طريقه حشو البطاطس حفظ الطماطم والبطاطس. حفظ البطاطس والطماطم. حاضر. وبالنسبه حضرتك لاجابه السؤال، طريقه حفظ البطاطس يعني نحفظها فتره طويله، ولا نشيل 3 4 ايام بطاطس متقشره؟ ده سؤال حلقتنا النهارده. لا يعني يا ريت الاثنين، لو انا عايز احفظها فتره طويله. يعني عندك بطاطس في موجوده، اقول ازاي؟ ماشي. حضرتك لاجابه السؤال، عشان البطاطس ما تسودش بعد التقطيع، ان احنا نحطها في شويه ميه. طيب كويس، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب احنا وجبتنا ايه النهارده؟ شكرا على اتصالك استكوال. انا هنا وطيت النار اهوت، بس سويت الرز شويه ميه عشان لاحظت ان هو عايز شويه ميه صغيرين. وبجيب شويه سمنه او زبده موجوده عندي، احطها على وش الرز كده، ودي اللمسه بتاعت الشيف. مجرد ان انا ست البيت تجيب معلقه سمنه بلدي حلوه كده وتحطها على وش الرز بعد ميته ما تنشف، ونسيبها. التست بتاع السمنه البلدي هياخد الرز. شوف، يا ريت الكاميرا تجيب كده السمنه وهي بتسيح على وش الرز، زائد ان هتدي له لمعه، هتدي له لمعه جميله جدا. معانا اتصال. هنشوف السمنه او الزبده ونحطها على وش الرز.
يا جماله.